يتعلق برفع الحجر الصحي والتدابير التي ينبغي ربما اتخاذها، والحقيقة يعني لأن مثلا المدن اللي هي الآن فيها حالات كثيرة، فكيصعب مثلا، في اعتقادي أنه كيصعب رفع الحجر كليا على هذه المدن والانتقال بينها وبين مدن أخرى أو بين مناطق أخرى من المملكة، لأن الآن يعني لا ينبغي أن نقول بأن صافي ما بقاوش حالات، لأن هذا فيروس، والفيروس هو لا يرى بالعين المجردة، وبالتالي هو موجود في الواقع ديالنا، موجود في أي بلاصة. والعدوى يعني كما هو معلوم أن العدوى تكون يعني بالتقارب أو بهذاك الاحتكاك اليومي بين الأفراد ديال المجتمع. وكل ما كان التباعد يعني كتكون يعني هي الوسيلة الأنجى يعني لتجنب العدوى هو التباعد. بعد 20 ماي إذا ترفع الحجر بشكل كلي غادي تكون مشاكل كثيرة، يعني مشاكل كثيرة، لأن كيف ما قلت المناطق اللي فيها العدوى الآن وفيها بؤر، وغادي تتحرك يعني في اتجاه مناطق أخرى، هذا غادي يكثر الاحتكاك، غادي يولي الاحتكاك بشكل كبير، غادي يولي داك التباعد اللي كان غادي يتهرس ويتكسر. هاد القواعد اللي الآن كنعيشوا في الحجر الصحي يعني كل غادي تتكسر، وبالتالي لا تكسرات يعني غادي تكون مشاكل كثيرة. إذا لهذا ينبغي، أنا في اعتقادي ينبغي أن يرفع الحجر بشكل جزئي وليس بشكل كلي. بشكل جزئي يمكن الحياة الاقتصادية يعني خصها ترجع فعلا، ولكن هناك قطاعات أخرى مثلا قطاع التعليم، فصعب مثلا، أنا في اعتقادي صعب أن قطاع التعليم يترفع عنه الحجر بشكل كلي ويرجعوا المدارس وترجع الدراسة. أعتقد أنه بالنسبة للمدارس ينبغي الاستمرارية في إعطاء الدروس عن بعد، وكذلك جزئيا يعني لأن كيتطلب الأمر تعقيم المدارس، كيتطلب الكشف يعني على العاملين سواء في المدارس، في الجامعات، في الطلبة، يعني لأن عندنا الطلبة يعني كيجوا من مناطق كثيرة، كاين الامتحانات، كاين الأوراق، كاين هذه كلها أمور اللي غادي تحدث العدوى. وبالتالي أنا أعتقد يعني، وهذا اللي نسطر عليه يعني بشكل كبير، هو ترفع الحجر بشكل جزئي، والحياة الاقتصادية يعني واجب يعني أن تعود، ولكن عودة الحياة الاقتصادية ينبغي أن تعود وفق يعني القواعد المسطرة الآن، يعني خاصة مسألة التباعد و الحفاظ يعني على قواعد الصحة، لأن حينما تختل قواعد الصحة يحل المرض. يعني هذه قواعد يعني اللي كانت معروفة يعني عند الأطباء القدماء، خاصة ابن سينا، ابن التلميذ، هذو كلهم يعني تيتكلموا في هذا الاتجاه، لأن المرض هو
اختلال في القواعد ديال الصحة والنظافة. يعني ملي كتكون اختلال في القواعد ديال النظافة كيحل المرض. دونك إذا ترفع الحجر يعني على الجانب الاقتصادي أو على الحياة الاقتصادية أو الأنشطة الاقتصادية، ولكن وفق ضبط، ضبط يعني محكم. مثلا هذيك القضية ديال الباعة المتجولين تحاول توجد لها يعني مجال للتنظيم، هذوك الناس باش ما يبقاوش في الشوارع بشكل اللي هو مكدس، وتبقى يعني هذه الاستمرارية ديال الحفاظ على المسافة ديال المسافة ديال الأمان، وهذه الأمور كلها يتم الحفاظ عليها. ترجمة